اليوتيوب. أول ما نضغط على اليوتيوب عندنا كار فلوجز. طيب قبل ما أبدأ التغطية كالعادة ندخل على تطبيق مستعمل. عندهم خدمة جديدة، الخدمة أنك أنت تقدر تكسب فلوس عن طريق تطبيق مستعمل. كل اللي عليك تدخل على أي إعلان، مو شرط. أنا أعطيكم مثال، ندخل كذا بعدين سوق الآن نسخ، انشر في جروبات الواتساب اي مكان، واي واحد اشترى السيارة عن طريق رابطك حتاخذ 50% من عمولة موقع مستعمل. الرابط هذا بيكون مربوط في عضويتك، فضروري تسجل وتنشر الرابط. بالتوفيق لكم يا رب. طبعا بامكانكم تحملون تطبيق مستعمل عن طريق ابل ستور، جوجل بلاي، وايضا متجر هواوي. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. تغطيتنا اليوم لسيارة دونغفينغ AX7 موديل 2022، وأول تغطية في القناة لهذا البراند. طبعا الوكيل الحصري لعلامة دونغفينغ بالمملكة العربية السعودية، شركة التوكيلات العالمية للسيارات. بالنسبة للسعر، فسعر السيارة 91,900 ريال شامل الضريبة، وبالنسبة للضمان 3 سنوات أو 150,000 كيلومتر يوم أسبق. وتعتبر دونغفينغ AX7 من فئة الـSUV المتوسطة الحجم. نبدأ بالمحرك، 4 سلندر بسعة 1.6 لتر توربو، يولد 169 حصان، والعزم 260 نيوتن متر، ومرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات سحب أمامي. وكاستهلاك للوقود، اللتر واحد يمشيها 15.7 كيلومتر بتقييم ممتاز. وكمواصفات السلام والأمان، تتوفر على السيارة 4 إيرباقات ونظام مانع انغلاق المكابح ABS ومانع الانزلاق، وكاميرا خلفية ومراقبة ضغط الإطارات، وميزة الوقوف التلقائي، والبريك الإلكتروني، والأوتو هولد، ومثبت السرعة. طيب بسم الله، نبدأ من الواجهة الأمامية. أول شيء عندنا الشبك مطعم بالكروم، والشبك اللي فوق جاي بتصميم مستقل عن اللي تحت، والكروم اللي في المنتصف جاي متصل مع الشمعات. شوفوا بالطريقة هذه. طبعا هنا إشارة LED، ونفس الوقت لما نقفل الإشارات عندنا الليد النهاري بالشكل هذا، ابتداء من هنا مرورا إلى هنا. وبعدين هنا عندنا عدسة الواطي، وهنا تكشيح العالي، وبعدين إضاءة الكشافات هلوجينية. بس شوفوا عندنا هنا العدسة داخلها، وهنا في زي القزاز حامي، وعندنا لمسات كروم داير مدار. شوفوا امتداد بالشكل هذا ماشي داير مدار. وبعدين السيارة فيها 6 حساسات أمامية وجانبية، لأن السيارة فيها الأوتو بارك. طيب الآن حنجرب الأوتو بارك، نحط على الدي وبعدين نضغط على زر الأوتو بارك هنا. حلو. طيب بعدين يتم البحث عن منطقة اصطفاف على اليمين. طيب كذا انزل شوف. طيب يقول لك يرجع ايقاف السيارة. طيب وقفنا السيارة، يرجع نقل عصا مبدل السرعات على وضع R. طيب حنحط على R. طيب شوف الان، ركزوا معي ها، الان حاترك رجلي من الفرامل. طبعا اقدر اتحكم بالفرامل اذا حسيت اني انا ها ماني مطمن ولا شيء. شوفوا هنا يرجع ايقاف السيارة، يعني فرملة تامة. بعدين حط على الدي يقول لك. طبعا عادي بامكانك تحط رجلك على الفرامل اذا انت ايش. طيب يرجع تحريك السيارة للامام. يرجع ايقاف السيارة. طيب تم اتمام الاصطفاف كذا، خلاص السيارة وقفت نفسها، بس وقفت بمواقف طولية اتوقع، مش بالعرض. طبعا الكاميرا هنا شوفوا، كاميرا خلفية واحدة فقط، وفي حساسات امامية وخلفية. نجي الان لجانب السيارة، عندنا الجنط مكحل طبعا بقياس 16 انش، وقياس الكفرات 225 في 60، ونفس الوقت الحماية البلاستيكية موجودة داير مدار على السيارة، وعندنا لمسة كروم هنا في الباب. المرايات تتصفط كهربائيا مع إشارات LED، وأيضا فيها النقط العمياء، ولمسة كروم عندنا في الأعلى فقط الإطار اللي فوق، ومقابض الأبواب الأربع كلها مطعمة بالكروم. الدخول الذكي للأبواب الأمامية مع مدخل المفتاح، وتانك البنزين جهة اليسار، وهنا فتحة سقف البانورامية مع السلة لتثبيت الأمتعة،
وفي نهاية السقف عندنا زعنفة القرش، وعندنا الجناح بلون السيارة وإضاءة الفرملة مدمجة مع هذا الجناح. وفي الخلف عندنا الإضاءات متصلة LED. والإشارات والريوس وإضاءة الفرملة كلها LED ما عدا إضاءة اللوحة هالوجينية، وفيها كاميرا واحدة خلفية. ونفس الوقت عندنا لمسات كروم، وفيها حساسات جانبية وخلفية عددهم 6. وهنا تصميم الديفيوزر، وأيضا فتحتين للعادم بشكل مخفي. طبعا فيها الشنطة الذكية، وأيضا الشنطة تفتح كهربائيا. طبعا من هنا تفتحون الشنطة، يعني الزر في نهاية باب الشنطة. طيب الآن هنا شوفوا الشنطة في الخلف، عندنا القطع هذه نقدر نفتح ونقفل بكل سهولة. في إضاءة في الجهتين، وتقدر تصفط الصف هذا بشكل كامل عشان تاخذ مساحة أكبر. هنا عندنا منطقة السبير، عندنا مثلث الطوارئ، وهنا عندنا كفر نحيف، وهنا المعدات الخاصة بالسبير. وهنقفل الشنطة من هنا، شوفوا فيها الشنطة الذكية. طيب الآن نبدأ من الخلف كالعادة، عندنا هنا مواد ناعمة، بيانو بلاك بالتصميم هذا، هنا جلد، وباقي أجزاء بلاستيك. النوافذ الأربعة كلها أوتو، وهنا المقاعد الخلفية فيها مسند وسطي مع حاملات الأكواب. المقاعد الخلفية فيها نظام الأيزوفيكس لتثبيت كراسي الأطفال. أهم شيء عندنا فتحات التكييف مع الفرار، ومنفذ USB و12 فولت. وهنا عندنا فتحة السقف، هنا جهة الراكب نفس التفاصيل ما في أي اختلاف. زي ما قلت لكم المقاعد الأمامية تحكم كهربائي، نفس التحكمات. شوفوا التسخين برضو موجود في الجهة دي، ما في تبريد بس تسخين. بعدين هنا عندنا زي الجيب، والدرج ما فيه إضاءة، بس الدرج ما شاء الله شوفوا تقول ثلاجة، هنا مش منطقة تخزين، مع تصميم درج هنا، وهنا زي الصندوق، وهنا زي الجيب، فحلو صراحة. والتصميم هنا شوفوا كيف تصميم 3D، تصميم الطبلون. طيب هذا تصميم الباب، عندنا هنا السنتر لوك، طبعا هنا مواد ناعمة، وهنا جلد، هنا بلاستيك. بعدين عندنا هنا تخزين وضعيات المرتبة لوضعيتين، والتحكم بالمرايات من هنا مع صفت المرايات. النوافذ الأربعة كلها أوتو، وعندنا تأمين النوافذ الخلفية. بالنسبة لشكل الريموت شوفوا مقفل فتح الشنطة بشكل كهربائي. اللي حاب يعرف بلد الصنع، زي ما تشوفين صنع بالصين، واسم الشركة دونغفينغ للسيارات. جربت لكم النظام الصوتي، ما شاء الله النظام صوتي طرب بثمان سماعات. بعدين عندنا هنا تصميم الداخلية، أغلب الأجزاء باللون الأسود. بعدين شوفوا هنا في المقعدة التسخين 3 درجات، بعدين من هنا الوسادة، وهنا التحكمات الخاصة بالمقعدة. المقاعد الأمامية بتحكم كهربائي، جلد مع تطريز خياطة بالشكل هذا. عندنا الدركسون ملبس بالجلد مع تطريز خياطة. تصميم الدركسون صراحة مميز، هنا في نفخات كده، ملمس مريح، تحكم تلسكوبي. شوفوا فوق تحت، أقدم علي أرجع بشكل تلسكوبي. بدل السرعات عندنا الزايد وهنا الناقص، وهذا الشعار شعار دونغفينغ. على يمين الدركسون عندنا المود، الصفحات، المسارات، ورد ورفض المكالمات، خفض الصوت، رفع الصوت. بعدين من هنا التحكم بالثيمات، فشوفوا هنا مخصص بالشكل هذا. تسمعون صوت البوري؟ ما شاء الله صوت قوي. وأيضا في لمسة باللون الفضي
مع بيانو بلاك في المنطقة هذه، والدركسون جاي مشطوف من هنا. يسار الدركسون عندنا مثبت السرعة، كنسل مثبت السرعة، هنا تزود نقص السرعة، ومن هنا تكتم الصوت. بعدين خلف الدركسون عندنا التحكمات الخاصة بالمساحات وفيها ميزة الأوتو، وهنا عندنا التحكمات الخاصة بالإضاءات وفيها كشافات ضباب أمامية وخلفية، وفيها ميزة الأوتو، تشوفوا كذا تشغيل نظام المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية. وبعدين هنا عندنا ترفع وتنزل الإضاءة بشكل يدوي، وهنا فتح الشنطة وإغلاق الشنطة بشكل كهربائي. هنا عندنا زي منطقة تخزين. طيب الآن نجي للشاشة هذه، بس قبل كل شيء عندنا هنا اليوتيوب. أول ما نضغط على اليوتيوب عندنا كار فلوغز، أيوة، فبإمكانك تتفرج على اليوتيوب كل شيء، لأن الشاشة بنظام أندرويد. ما بتعمق كثير في الشاشة هذه، يعني زي أغلب شاشات الأندرويد المعروفة. عندنا بعدين هنا الاختصارات هذه، هنا تشغيل الحساسات، بعدين هنا الوضعية الرياضية. فأول ما أضغط على زر السبورت شوفوا الثيم يتغير، برضو أداء السيارة بيختلف كتغييرات يعني. بعدين عندنا سنو، أول ما نضغط على السنو طلع علامة هذه. وبعدين عندنا هنا زر الفليشرات، هنا فصل مانع الانزلاق، وهنا أوتو ستارت إنجن. لما نيجي نقفل الشاشة شوفوا الضغطة الأولى تصير إضاءة خافتة، الضغط الثاني، وبعدين هنا عندنا زر الأوتو بارك، وبعدين عندنا الكونسول هنا شوفوا النقشة بتصميم 3D. هنا الطبلون مواد ناعمة، حلو، هنا تصميم زي التطريز كده النقشة، والبيانو بلاك ممتد لين فتحة التكييف اللي هنا، برضو فيه الفرار. وبعدين عندنا شاشة العدادات، هنا الكونسول الوسطي، عندنا هنا التحكمات الخاصة بالتكييف وفيها ميزة الأوتو، وأيضا هنا الفرار الخاص لدرجة الحرارة. فأول ما نضغط تطلع لنا هنا الصفحة الخاصة بالتكييف، نقدر نعرف درجة التكييف ودفع الهواء وكل شيء. بعدين عندنا الكونسول هذا، هنا عندنا جلد مع تطريز خياطة، وهنا عندنا منفذين USB، منفذ عشان تسوي حركة الانعكاس للجوال، والمنفذ الثاني شحن. وبعدين عندنا 12 فولت، وهنا منطقة تخزين، والجير هنا عندنا كهربائي، وزر البي هنا طبعا جير كهربائي الكتروني. فيها وضعيات القيادة السبورت والثلوج. غير كذا عندنا هنا شوفوا حرف الام، هنا المنول الجير العادي، فبعد الدي تعشق مرة ثانية يصير انت تسوق. شايفين البيانو بلاك كيف في زي الحبيبات، خاصة بالليل تشوفون في زي اللمعة هنا زي القصب. بعدين عندنا هنا لمسات باللون الفضي، تشغيل المحرك من هنا، وعندنا البريك الالكتروني والأوتو هولد. شوفوا شوفوا الحركة هذه. الآن لما تشوف منطقة حاملة الأكواب تقول ما في حاملة أكواب لأن الديكور متصل، لكن شوفوا حركة صح. بعدين هنا عندنا حاملة الأكواب، نفس الوقت هنا الدرج الوسطي ملبس بالجلد مع تطريز خياطة. هذه داخلية الدرج، منطقة تخزين بس في عمق، ونقفل بالطريقة هذه. المراية الوسطية تعتيم يدوي، وبعدين هنا عندنا بيت النظارة أهم شيء، والإضاءات شوفوا الإضاءات زي الفصوص، شايفين تصميم الإضاءات. نشغل الإضاءات الخلفية، يعني تحكم مستقل للإضاءات. وبعدين عندنا هنا ستارة البانوراما والتحكم بفتحة السقف. فأول ما نضغط كده شوفوا، بعدين ضغطة ثانية التكملة إلى النهاية، ما شاء الله إلى نهاية الصف الثاني. بعدين من هنا أول ما نضغط ضغطة تفتح الفتحة بالشكل هذا، ضغطة ثانية نقفل. وإذا نبغى بس كذا على فوق ضغطة على فوق كذا خلاص كذا. وبعدين عندنا الشماسات، فيها إضاءة باللون الأصفر مع المراية، وهنا جهة الراكب نفس الحكاية إضاءة ومراية، ومسكات الأيدي لجميع الركاب ما عدا السائق ما له مسكة. تقريبا كذا غطيت لكم أغلب الأشياء. بالنسبة للتكييف وهذا الأهم عندنا، ما لاحظت عليه أي إشكالية أو ملاحظات، يعني تكييفه كويس. طيب بسم الله نجرب التسارع، حطينا على وضعية السبورت، فصلنا مانع الانزلاق، وبعدين ضغطنا على الشيفترز.
في نهاية التغطية أتمنى التغطية نالت على إعجابكم. زي ما قلت لكم أول تغطية لهذه الشركة. الشكر موصول لشركة التوكيلات العالمية على إتاحة الفرصة وتوفير السيارة للتجربة والتصوير. أتمنى التغطية نالت على إعجابكم. كان معكم أبو نهال، أقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وكن مبتسما دائما في أمان الله.